لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لحن الغانوشي الليلة رحمة. يتميز طقس الليلة بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب جهات البلاد بدون زغون. منتظر أن تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و27 درجة، حيث علق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغانوشي بتدوينه بشرة فيها بليلة منعشة بعد تقويم بين 28 و33 في بقية المناطق، حيث أن شدة الرياح تطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب، حيث تصير رمال البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب. حيث علق محرز الغانوشي قائلا عبر حسابه على فيسبوك نشر تدوينه وقال: الليلة تسكت المكيفات، رحمة ربي فوق كل شيء. حيث أن التدوين التي نشرها محرز الغانوشي عبر حسابه أثارت جدلا كبيرا للتونسيون، حيث أن اعتاد محرز الغانوشي بنفس الطقس دائما للتونسيون، وبعد نشر أن الطقس سيكون الحرارة بين 22 و27 درجة بالشمال. حيث قام المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغانوشي بتبشير التونسيون فيها بليلة منعشة وقال رحمة ربي فوق كل شيء.